على الفريقين أن يقدم أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف. ليفاندوفسكي، رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. وركنية أولى في اللقاء. ليفاندوفسكي، محاولة في منتهى الروعة لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ، شوية حظ. يلعبها في المساحة، هذه خطيرة، هذه خطيرة. يا له من تصدي من حارس المرمى، لقطة غير عادية وتصدي رائع جدا من الحارس. لويس ميلا يلعب كرة قصيرة. الآن فرصة لهجوم معاكس، الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى. الآن باتجاه اليمين إينيغو مارتينيز. ما زالت النتيجة 0-0. هنا إصرار كبير في استعادة الكرة. وصلت إليه، يا سلام على الفرصة، كادت العقوبة أن تكون سريعة هنا. لامين يامال، كانت تبدو واعدة هذه الهجمة لكنه لم يقدر حتى على تجاوز منتصف الملعب. والآن تغيير الاتجاه للجانب الأيسر، والبينية تبحث عن المنطلق. بيدري، تسديدة في اتجاه المرمى، هذه فرصة. تصدي غير عادي من حارس المرمى، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة، اعتراف رائع للكرة، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يعيدها إلى الحارس. كوندي، والفرصة خطيرة، يفعلونها، يسجلون في المرمى الآن هدف ويسجلون الهدف الافتتاحي. المدرب يعرف أنه مع الضغط يكون هنالك أخطاء، مع الأخطاء يكون هناك مساحات، مع المساحات هناك فرص، مع الفرص هناك أهداف. After 36 minutes is number 10. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. برشلونة يواجه معضلة، هل يغامر من أجل التعادل قبل نهاية الشوط أم ينتظر تصحيح الأوضاع بين الشوطين؟ لامين يامال يسلم الكرة على طرف الملعب، يلعبها لمنطقة الخطر. لويس ميلا ممتاز في التمرير. ليفاندوفسكي قطع رائع للكرة. بيدري، ويعود بالكرة إلى الوراء. الحكم ينهي شوط المباراة الأول. شوط أول شفنا فيه هدف وحيد، بالتأكيد هذه النتيجة وأيضا هناك إمكانية لتعزيز النتيجة. لم يحرزوا أهدافاً بعد لكنهم قدموا أداء جيد إجمالاً. فرصة الآن
يا إلهي، على كورة، على فرحة، على لقطة جميلة، على هدف خيالي. برشلونة فعلوها وأحرزوا هدف التعادل. يا جماعة، الكرة اللي يلعبها تدرس. أي إمكانيات، أي مهارات، أي حرفية عالية، أي ثقة، أي أداء، أي شخصية، كل هذا فعل بطريقة تجعلنا بصراحة نعجب بهذا الأداء وهذا المستوى العالي. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. أوقف الهجوم مبكرا قبل أن يشكل أي خطورة. جيني، الكرة ملعوبة من مسافة. لامين يامال، بابلو توري، إينيغو مارتينيز، بيدري، كرة في الشباك. الأمور تبدو سهلة في الملعب، لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. باري، البينية حلوة الآن، عنده مساحة كبيرة والرأسية في هذه الأوقات، والكرة في الشباك. الله، ما أروع هذه اللقطة، ما أجمل هذا الهدف، ما أجمل هذه الفرحة، ما أجمل هذه الاحتفالات. تعادل يأتي سريعا جدا، أوهو، تعادل سريع في هذه المواجهة. هدف مهم جدا من الناحية النفسية. الآن أنت لا تستقبل الضغط مثل المنافس، تستفيد من هذه الوضعية. رأسية جميلة ملعوبة بخبرة، مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة. تحت المباراة أصبحت متعادلة بين الفريقين. هنا تظهر لك الشخصية وتظهر ردة فعل السريعة من الفريق بتسجيل هدف التعادل سريعا بعد التأخر في النتيجة. بيدري، لويس ميلا، أرامباري، كرة من جهة اليمين، كرة تمر من الجميع، تحرك بقوة هائلة، واقع تحت ضغط كبير في هذه المباراة. تمريرة بدون تركيز، دييغو ريكو، كوندي، يمر ويلعب كرة بينية، كرة على الطرف ولكن عشوائية جدا. جيني، خوان إغليسيس، أرامباري، غابت عن الفريق الحلول واستسلم للضغط وفقد الكرة دون تشكيل أي خطورة تذكر. فرصة للتسديد هنا، تمكنوا من إيقاف الهجمة المرتدة والآن بإمكانهم تنفس السعداء. إريك غارسيا، وتسديدة من مايورال، بإمكانه إبعاد الكرة، تعود الكرة بسرعة. أرامباري عنده مساحة خالية على الطرف، شوف راح لوين.
مرت الكرة، فرصة خطيرة، كان لابد من التشتيت. تمريرة كانت سيئة للأمانة. أرام باري خطيرة جدا، يرسلها، يحاول مجددا. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من الحارس. تلعب للأمام، بيدري يسجل نفسه ضمن الهدافين اليوم. ليفاندوفسكي، هي ركلات الترجيح. إذن لم ينجح أي من الفريقين بالتفوق على الآخر قبل